السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا الأعزاء. راح أتكلم اليوم عن حسابات القدرة في المنظومة الهيدروليكية. ابتداء نريد نعرف أنه شنو معنى القدرة. القدرة ببساطة هي الشؤون المنجز خلال وحدة الزمن أو التغير في الطاقة خلال وحدة الزمن. شنو معنى هذا التعريف؟ احنا خلينا نجي أول شيء نعرف شنو الشغل المنجز. مثل ما تعرفون الشغل اللي نرمز له بالرمز W work راح يساوي القوة في الإزاحة، القوة في الإزاحة. فإذا أثرت قوة معينة على جسم وأزاحته إزاحة معينة، فراح معناتها هذا أنجز عليه شغل مقداره F في D، القوة في الإزاحة. طبعا هنا الشغل قد مرات في بعض الأحيان أنا أسقط 10 نيوتن، زين، على جسمين. طبعا 10 نيوتن مرة هذا الجسم ممكن ان هاي العاصمة تتحرك خلال 1 متر، خلال خلينا نكتب 1 متر، 1 متر خلال 1 ثانية، ومرة تتحرك ايضا 1 متر لكن خلال 10 ثواني. 10 ثواني هذا الجسم وهذا الجسم. بالحالة الأولى أنا أنجزت شغل مقداره 10 في 1، 10 نيوتن في متر. بالحالة الثانية أيضا أنجزت على شغل أنه 10 نيوتن في متر. إذن حالتين متساوية بالشغل لكن مختلفة بالقدرة. ليش؟ لأنه القدرة شو تساوي؟ الباور تساوي الشغل على الزمن، وتساوي القوة في الإزاحة على الزمن. يعني تأخذ بنظر الاعتبار أنه هاي العشرة نيوتن أثرت على هذا الجسم، يتحرك متر، هذا المتر تحرك خلال ثانية، خلال ثانيتين، خلال 10 ثواني. طبعا كل ما يقل الزمن اللي يتحرك به الجسم راح يكون شنو معناته القدرة أعلى. زين، فهنا ايش راح يصير؟ راح ناخذ الزمن بنظر الاعتبار. فايش أقول أني القدرة الشغل بالحالتين متساوي، لكن القدرة من آخذ نظر الاعتبار الزمن بالحالة الأولى، القدرة بالحالة الأولى هي راح تكون أكبر من القدرة في الحالة الثانية لأنه الزمن أقل. زين، القدرة بالمنظومة الهيدروليكية عندنا قدرة داخلة اللي هي قدرة عمود إدارة المضخة. زين، وراح يكون معادلتها بالشكل الآتي، هي 2π mt/60. طبعا هاي كتبنا على 60 لأنه إذا أخذنا من الاعتبار ان يعتاد عادة RPM revolution per minute، أما إذا أعطاكيها RPS revolution per second فماكو داعي تخلي 60. هاي 60 لتحويل المينت إلى دقيقة ثانية. زين، هاي 60 تحول لي RPS عفوا RPM إلى شنو؟ إلى RPS. فإذا أعطاك إياها RPS ماكو داعي ل 60. وما يحتاج أقول إنه الآن هي سرعة عمود الإدارة revolution per minute أو دورة بالدقيقة، هو التي هو العزم عمود إدارة المضخة اللي هو نيوتن في متر. هاي بالنسبة للقدرة الداخلية PI. بالنسبة للقدرة المائع راح تحسب من خلال طبعا ورا ما دارة المضخة بقدرة معينة راح شنو تكسب الماء أيضا قدرة. هاي القدرة الماء راح نقدر نحسبها من خلال معدل جريانه اللي هو التصريف الكيو، ومن خلال الضغط المتولد داخل المضخة على الماء. يعني هو شلون يتولد الضغط؟ قلنا مو المضخة تولد الضغط، المضخة لا تولد ضغطا ولا انما تولد جريانا للمائع. فاذا واجه الجريان مقاومة مثلا لصمام او مثلا مكبس او الاحتكاك مع الانابيب فراح يتولد عندنا ضغط. زين، فاذا كيو في بي، فحتى اشوف هذا صح البي هو واط، يعني الواط هو دائما طبعا نيوتن في متر على الثانية. خلينا نشوف هل يساوي أو الوحدات المتكافئة الكيو اللي هو متر مكعب بالمتر مكعب بالثانية، ناخذه أيضا لأنه حتى تكون وحدات متكافئة، مضروب في شنو؟ البي هو نيوتن على المتر المربع. فهسه من أجي أختصر المتر المربع كلها تروح ويا التكعيب، يبقى عندي نيوتن في متر على الثانية وهو المطلوب. زين، فاذا هنا في حاله انا ايش راح اسوي؟ راح مجرد انه اعرف الكيو ايش قد والبي ايش قد مع تجانس الوحدات راح اقدر اعرف قدره الماء، الماء هذا ايش قد من القدره. زين، بعد هذا الشيء الماء من القدره وصل الى المكبس او الى المضخه، عفوا الى المحرك الهيدروليكي.
فيسموها القدرة الخارجة أو الناتجة. زين، هنا الأسطوانة راح تتحرك بطريقتين، خلي شوية أكبرها، راح تتحرك بطريقتين هنا الأسطوانة، إما تتحرك بهذا الاتجاه، بهذا الاتجاه راح تتحرك، يجيها زيت منها وتتحرك بهذا الاتجاه، وأما يجيها منها صفحة وتتحرك بهذا الاتجاه. هذا خلينا نعتبر الحالة رقم واحد، وهذا نعتبر الحالة رقم اثنين، راح نجي نشرحها. زين، الحالة رقم واحد انه شلون احسب، طبعا القدرة احنا ايش قلنا؟ القدرة بشكل عام قلنا تساوي القوة في الإزاحة على الزمن. الإزاحة على الزمن هي سرعة، فنقدر نقول تساوي القوة في السرعة. زين، هنا القوة شلون احسبها؟ القوة شو تساوي؟ مثل ما اخذنا قبل، تساوي الضغط سمول بي في المساحة. هاي بالحالة الأولى رقم واحد، هاي الحالة رقم واحد، مساحة المكبس كلها، هاي كلها مساحة المكبس. لكن بالحالة الثانية، بالحالة الثانية الأفش راح تساوي، راح تساوي بي في مساحة المكبس ناقص مساحة الذراع. مساحة الذراع شو أقصد بيها؟ يعني أنا هسه عندي هذا المكبس، خلي شوي نكبره، هذا المكبس عندي، هنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي بالحالة رقم اثنين، طبعا اقصد الحالة رقم اثنين مساحة المكبس المتأثرة بالضغط هي هاي، راح تكون هذه راح تكون فقط، فمطروح من عندها شنو؟ مطروح من عندها مساحة الذراع اللي هي هاي. فش اقول؟ اقول مساحة المكبس كلها ناقص مساحة الذراع. المساحة هل بالاحمر هي راح تكون المساحة المتأثرة. زين، بعد هذا التوضيح راح نجي راح نعرف الاف، نضربها بالسرعة راح تطلع لنا شنو؟ القدرة. زين، هنا القدرة الخارجية بالنسبة للمحرك، ايضا المحرك هو جزء دوار، فايضا نفس قانون اللي اخذناه بالقدرة الداخلية، لكن هنا سرعة عمود المحرك، طبعا هنا في غلط مطبعي المحرك حتى تكونوا بالصورة. زين، وهنا عزم عمود المحرك. زين، واخذنا شنو معناته. زين، هسه نجي على مفهوم يتولد عندنا هو مفهوم الكفاءة. الكفاءة قلنا اكو كفاءة حجمية وتحدثنا عليها عندنا كلامنا على التصريف، وعندنا في شيء اسمه الكفاءة الميكانيكية. الكفاءة الميكانيكية هي النسبة ما بين العزم الخارج على العزم الداخل، وفي حال ضرب الكفاءة الحجمية مع الكفاءة الميكانيكية راح تتولد لنا ما يسمى الكفاءة الكلية، واللي هي القدرة الخارجية على القدرة الداخلية. إذا الكفاءة الكلية بها قانونين، هذا قانون رقم واحد وهذا قانون رقم اثنين. ممكن استخرجها من الكفاءة الحجمية والكفاءة الميكانيكية، وممكن استخرجها من القدرة الخارجية على القدرة الداخلية. زين، خلينا نجي ناخذ سؤال لحتى يتوضح عندنا المفهوم. هاي المفاهيم اللي اخذناها كلها حتى تتوضح عندنا. نجي نقول مضخة هيدروليكية سرعتها 1800 دورة بالدقيقة، هاي شنو هاي؟ عفوا، هاي الان. زين، وكان الضغط المتولد داخل المنظومة 15 ميجا باسكال اللي هو هذا البي سمول الضغط، وإزاحة المضخة اللي هو دي بي displacement of pump. وعندنا أيضا الكفاءة الميكانيكية اللي هي راح تكون شنو؟ الكفاءة الميكانيكية هذا الرمز مالتها إيتا إم، والكفاءة الحجمية راح تكون إيتا في. زين، إذن المعطيات الموجودة. نجي هسه بعدين الوحدات أثناء الحل راح نعرف شنو نحول وشنو ما نحول. طبعا أثناء الحل أنا أفضل أنه الوحدات تنكتب. فنجي هسه أول شيء شو نقول؟ نقول يابا نجي على أول مطلوب، تصريف المضخة الكيو أكتوال. الكيو أكتوال إيش راح يساوي لي؟ شوي أصغر الخط. الكيو أكتوال راح يساوي لي كيو ثيوريتيكال اللي هو التصريف النظري في الكفاءة الحجمية. في الكفاءة الحجمية. زين، وتساوي الكيو ثيوريتيكال شو تساوي لي؟ وتساوي displacement of pump في الـ n، هاي الكيو ثيوريتيكال في
الايتا في الكفائل حجمها كلها موجوده عندي، لكن بس اراعي الوحدات. الكيو اكتوال هو بيا وحدات رايدها، الكيو ثيوريتيكال هو الكيو اكتوال بيا وحدات رايدها، رايدها بوحدات اللتر، اللتر على الدقيقه. هنا راح اتحدد انا. زين خلينا نجي نشوف الوحدات مال دي بي ايش قد. الوحدات مال دي بي هي سنتيمتر مكعب لكل ريفولوشن بالدوره. وعندنا ايضا هنا الان هي شنو ريفولوشن بير مينت، كل كفاءه ما بها وحدات. زين خلينا نشوف هسه شنو المينت. بالنسبه للمينت هاي ما عندنا مشكله بها صحيحه. اذا احول فقط السنتيمتر مكعب، فاثناء التحويل شلون راح احول السنتيمتر مكعب؟ خلينا نجي نكتب لي جوا الارقام ونعوض، راح يطلع لنا شنو ايش قد شو اسمه. فنجي نقول ويساوي الدي بي هي 20.5، اكتب سنتيمتر مكعب على ايش قد على ريفوليوشن، هذا خلي بين قوسين في، وما يحتاج بس حتى اوضح لكم في. انا احول سنتيمتر مكعب، فهو بالبسطة اخليه بالمقام على مود اختصره، والوحدة الأريثة اخليها بالعكس. هنا اللتر اللتر، فالواحد لتر 10.3 او 1000 سنتيمتر مكعب، هاي بالنسبة لتحويل الدي بي. زين في الان ما يراد لتحويل، انزل نفسه 1800، والكفاءة انزلها نفسها ما عندي مشكلة بها صفر، بس انزلها انزلها بشكل كسر عشري 0.85. من اجي احسب بالحاسبة الان اقول 20.5 في 1800 في 0.85 تقسيم 1000 راح يطلع عندي 31.365. اقول واي يساوي 31.365. شنو الوحدات راح تكون؟ راح تكون لتر بالدقيقة، هذا المطلب الأول. زين نجي بالنسبة إلى المطلب الثاني. المطلب الثاني شو يريد من عندي؟ يريد من عندي القدرة على عمود إدارة المضخة اللي هو البي انبوت أو انبوت بي. زين الانبوت بي. زين هنا ايش راح يصير عندي؟ هنا عندنا البي بها قانونين، اما 2 باي ان تي على 60 هذا واحد، واما عندي قانون يقول الكفاءة الكلية تساوي البي اي على العفو البي اف، البي اف على البي اي. فنجي على القانون الاول. القانون الاول انا ما عندي عزم، فاذا ما راح يفيدني القانون الاول راح يعني راح امسحه وراح احتاجه. راح اعتمد وين على القانون اللي هو هذا الثاني. زين راح اعتمد عليه. القانون الثاني هذا اقول يساوي زين عفوا اسف مو هيك. القانون الثاني هذا فايش راح يكون عندنا؟ راح يكون عندنا البي اي، البي اي ايش راح يساوي؟ راح يساوي البي اف، مو البي اف تقسيم الكفاءة الكلية. زين فهسه البي اف عندي موجودة، نعم موجودة. البي اف شو تساوي؟ هنا ايش اخذنا؟ البي اف تساوي كيو اكتوال في البي اللي هو البرجر. فاجي اقول كيو اكتوال في البي اللي هو البرجر على الكفاءة الكلية. زين الكفاءة الكلية شو تساوي لي؟ الكفاءة الكلية تساوي الكفاءة الميكانيكية في الكفاءة الحجمية، أيضا موجودة. إذا هنا أعوض عنها الكفاءة الميكانيكية في الكفاءة الحجمية. بقى هسه ايش عندي؟ شنو عندي؟ فقط يعني أركز على الوحدات. الوحدات شلون راح تصير؟ اقول طبعا اثناء الحال راح اطبق الوحدات. يساوي اجي اخلي خط كسر حتى خط كسر زين
بعد ما خلينا عوض على عوض على الكيو كيو اكتوال جيت طلعناها باللتر على الدقيقه انا ايش احتاجها الدي ورايتها بها وحدات كيلو وات يعني اسويها وات وبعدين اقسمها على يعني في الوات هو نيوتن في متر الثاني انا لازم شنو كل ذني تختلف لازم بيها نيوتن ومتر وثاني غيرها لازم احول فهسه ايش عندي عندي الكيو اكتوال طلع لي 31.365 لتر خل اكتبها يمها لتر في الدقيقة هاي اول تحويل انا لازم اخلص منه او تحويلين بالاحرى لتر لازم احولها متر مكعب وحدة حجم والمنت احولها الى ثانية فاذا اخلي خطين كسر واحد لتر بالبسط اخليه بالمقام المتر المكعب اخليه بالعكس بعدين المنت هي بالمقام اخليها بالبسط و حتى اختصرها زين والثانيه اخليها جوا هسه اجي اقول واحد متر مكعب الف لتر واحد متر مكعب يساوي الف لتر واحد دقيقه يساوي 60 ثانيه هذا كله بس دا احول شنو؟ دا احول الكيو زين بالنسبه للبي بالنسبه للبي هذا شوي بس زين بالنسبه للبي شنو التحويل عندنا؟ هو معطينا ميجا باسكال الميجا باسكال هو الباسكال يساوي نيوتن على المتر المربع نيوتن على المتر المربع لكن ميجا باسكال ميجا باسكال تساوي ميجا نيوتن فانا لازم احول الميجا باسكال الى باسكال فايضا بي تحويل فاقول في 15 ميجا باسكال في ميجا باسكال اخليها بالاسفل يعني بالبسط والباسكال اخليه فوق فاقول 1 ميجا باسكال يساوي 10.6 باسكال بعد عندي اخر شيء شنو؟ اقسم على الكفاءه الميكانيكيه 0.85 في 0.85 هسه نجي نستخدم الحاسبه حتى نطلع الناتج الناتج راح يكون كالاتي 31.365 بعدين في 15 مرحبا في واحد بعدين هنا شنو عندي عندي اختصار هاي تصير 3 وهاي كلها تروح فاقول شنو في الف عفوا 31 قلنا في 15 بعدين في الف في ألف بعدين نقسم على 60 على 60 تنزل بالمقامية كفاءات بعدين نقسم 0.85 والتقسيم 0.85 يطلع بس خلينا نتأكد من الحل 31.365 365 في 15 في ألف هاي 5 بعدين بعدين نقسم على 60 على 60 تنسوها بعدين نقسم على 0.85 بعدين نقسم على 0.85 يطلع عندنا 10.852 إذا هنا نكتب يساوي أو هنا جوا يساوي 10,852.9 واط هو يكتب كيلو واط ما تساوي قسم على ألف فيصير 10.853 بعد التقريب طبعا كيلو واط وهذا المطلب الثاني المطلب الثالث راح أحله هنا مكان مكان الكفاءة المطلب الثالث راح يكون يريد العزم طبعا جدا بسيط العزم ليش لأنه معلومات كلها صارت عندي موجودة يعني العزم هو مين يجي عندنا القدرة البي اي قدرة الداخل أقصد هي 2π mt/60 فراح يكون الحل ببساطة شديدة نقول التي
يريد العزم اللازم يعني تي ان، شو راح يساوي لي؟ راح يساوي لي طبعا قبل التي ان خليني اكتب القانون، البي اي يساوي 2 باي تي اللي انا اريده ان على 60. زين زين التي ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي ببساطة بي اي في 60 تقسيم 2 باي ان، وتساوي البي اي طبعا راح نحلها بال، لازم نحلها بالواط مو بالكيلو واط. ليش بالواط؟ لانه هذا نيوتن متر مو كيلو نيوتن متر، الكيلو واط هو كيلو نيوتن متر، الكيلو نيوتن في متر على الثانية، فهنا استخدم الواط فاقول 10، بس انتبهوا لهاي 10، خلينا نكتبها بالازرق 10 و852.9 واط. هاي استخدمت هذا، انتبهوا لهاي النقطة. زين في 60 تقسيم 2 باي في 1800 بالحاسبة عندنا 10، هاي اوكي هي بالواط، في 60 تقسيم 2 تقسيم 2 تقسيم 3.14 تقسيم 1800 راح يصير 57.6، ويساوي 50 57.6 شنو؟ نيوتن في متر. هسه واحد يقول شلون نيوتن في متر؟ سهله، لانه انا هناش عندي القدره هي نيوتن في متر الثانيه وهي واط. زين 60 هي تصير، هاي ال 1800 هي عباره عن شنو؟ عن ريفولوشن، ريفولوشن، والريفولوشن دائما هي مو وحده فيزيائيه يعني، حتى مرات يكتبوها واحد على منت، يعني ما يخلوها وحده، اثنين على منت. طبعا هنا هاي ال 60 حولتها الى سكند، فصار عندي شنو؟ كانما صار عندي كانما نيوتن في متر الثانيه تقسيم واحد على ثانيه، الثانيه تروح ويا الثانيه تصير نيوتن في متر. هذا هو الحل، السؤال اللي يتضمن تصريف الفعلي ويتضمن القدره ويتضمن ايضا العزم. مع جزيل الشكر.